تعد منظمة مراسلون بلا حدود، وهي بين قوسين المعنية بحرية الصحافة والإعلام، ترتيبا سنويا للدول يوضح موقعها من حرية الصحافة. قيمت هذا العام ظروف المهنة في 180 دولة، من بينها بالطبع بكل تأكيد دول عربية. حال هذه الأخيرة وفق المنظمة خطر ولا يسر، لكنه أفضل من حال 8 دول أخرى غير عربية جاءت تماما في ذيل القائمة. هذا هو المؤشر بالخريطة والألوان، كلما اتجهنا نحو اللون الأحمر الغامق كانت المسألة أكثر خطورة فيما يتعلق بحرية الصحافة. الشرق الأوسط، كل الشرق الأوسط تقريبا أو أغلب دول الشرق الأوسط وضعها سيء فيما يتعلق بالحريات، روسيا كذلك والصين ودول أخرى كثيرة. حمل تصنيف مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة هذا العنوان: عصر الاستقطاب الجديد. بفعل الحرب الأوكرانية الروسية وما صاحبها من تغطيات دعائية، لم تكن الدول العربية وحدها من تراجع بالترتيب. يقول هذا الأمر شيئا مهما وبدهيا في نفس الوقت، تؤثر الحرب أي حرب وفي أي مكان على الحريات الصحفية. عندما كانت الأمور مستقرة في اليمن مثلا عام 2006 جئنا في المرتبة 136، اليوم وبعد سنوات من الاحتراب تأخرنا أكثر من 30 درجة. عن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على حرية الصحافة يتساءل البي بي سي: روسيا وأوكرانيا، هل وقعت حرية الإعلام والموضوعية ضحية للحرب؟ صحيفة النهار أيضا عن الموضوع تقول: غزو أوكرانيا تأثير على حرية الصحافة في روسيا وأوكرانيا معا. في الجزيرة أيضا على خلفية الحرب في أوكرانيا، وسائل إعلام أجنبية تعلق أنشطتها في روسيا بعد تبني قانون يقيد حرية الصحافة. تزامن تقرير مراسلون بلا حدود مع اليوم العالمي للصحافة، يوافق هذا الأخير 3 مايو أيار من كل عام. بهذه المناسبة صدر بيان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ، وجاء فيه ما الذي جاء فيه. يقول المبعوث: أكرر دعوتي لجميع الأطراف لحماية حرية الصحافة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والإعلاميين المحتجزين في جميع أنحاء اليمن، وضمان بيئة آمنة ومستقلة للعاملين في مجال الإعلام. تشير إحصائيات نقابة الصحفيين اليمنيين إلى مقتل 49 صحفيا في البلاد منذ 2014، آخرون في المعتقلات لا يزالون، من بينهم من حكم الحوثيون عليه بالإعدام. يقول حمزة: لا يمكن الحديث عن حرية الصحافة في اليمن ولا يزال الكثير من الصحفيين معتقلين أو مهددين بالاعتقال. يجب أن نطالب بأن يكون للصحفيين اليمنيين الحق في ممارسة العمل كبقية الصحفيين في مختلف دول العالم. المختار يقول: في كل البلدان هناك علاقة وطيدة بين حرية الصحافة وبين الفساد، كلما ارتفعت حرية الصحافة قل الفساد، العكس صحيح، ارتفاع الفساد في الدول يقتل حرية الصحافة. محمد علي محروس يقول: اليوم العالمي لحرية الصحافة، أو في هذا اليوم كل الاعتزاز بزملاء وزميلات المهنة، يكفينا فخرا أن هناك إصرار للمضي قدما من أجل الحقيقة رغم القتل والإصابة والاعتقال والإخفاء القسري والممارسات التعسفية من جميع الأطراف في اليمن.